مساء الخير، معنا النهاردة حالة تجميل أذن أو اللي بنسميها الأذن البارزة، باين البروز خالص من قدام ومن ورا. المشكلة عندنا حاجتين، إن بروز الأذن ده نتيجة إن في غضروف زيادة، ده هنشيله وهنرسم الغضروف الداخلي اللي بنسميه الأنتي هيليكس، بحيث يبقى شكل الودن مظبوط ونايم على الراس تمام. الحمد لله خلصنا الحالة بتاعتنا، تجميل أذن بمخدر موضعي، الجرح خلف الأذن تماما، الودن نامت على الراس. ده الشكل الجانبي، الشكل من الأمام. عملنا استئصال للغضروف وعملنا رسم لبقية الغضروف. الشاشة دي هتتشال بعد أسبوعين، هنلبس رباط ضاغط دلوقتي. خلصنا الحمد لله، لبسنا الرباط الضاغط. رباط ضاغط ده لمدة أسبوعين. حسيت بأي وجع؟ لا تمام. العملية كانت مخدر موضعي كلها. خلصنا دلوقتي وهيروح على البيت على طول. ده الغضروف اللي على الناحيتين اللي احنا شلناه، والجلد اللي احنا استأصلناه من خلف الأذن.